مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. خلال يوم أمس سجلنا نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية بالشمال وكذلك بعض مناطق الوسط. الكميات كانت بين 1 و8 مليمترات بنابل، بين 1 و4 بولاية تونس الكبرى، بالنسبة لبنزرت بين 1 و3 مليمترات، زغوان من 1 إلى 4، باجة وكذلك جندوبة من 1 إلى 5 مليمترات، ومن 1 إلى 2 مليمتر بكل ملكاف سليانة، المنسير وكذلك القصري. بالنسبة لهذا اليوم وكما نلاحظ من خلال تسلسل صور القمر الصناعي، سحب عابرة ظهرت على كامل البلاد ثم تكثفت تدريجيا بالمناطق الغربية بعد الظهر، وكانت مؤقتة رعدية بمناطق الشمال الغربي وكذلك الوسط الغربي ورفقتها أمطار ضعيفة ومحلية. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى لهذا اليوم تراوحت بين 23 و28 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، وسجلنا 25 بتونس. بالنسبة لباقية الجهات كانت بين 29 و30 درجة وبلغت أقصاها 37 بأقصى الجنوب. خلال هذه الليلة من المنتظر أن يتواصل الطقس ملائم لظهور سحب مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية، وطقس مغيم جزئيا بمناطق الجنوب. درجات الحرارة ليلا تتراوح بين 14 و18 درجة بالشمال والوسط وبين 18 و22 درجة بالجنوب، تصل إلى حدود 24 بأقصى الجنوب. توقعاتنا الجوية اليوم الغد إن شاء الله بعض السحب على كامل مناطق البلاد وطقس في استقرار. درجة الحرارة القصوى تكون في حدود 28 درجة بتونس، 26 ببنزرت، 30 بزغوان، 28 بنابل، 27 بقليبية. بمناطق الشمال الغربي تكون في حدود 28 درجة بباجة وكذلك برخة، 29 بجندوبة وسليانة والكاف، وبالوسط بعض السحب 29 درجة بالقصرين، 25 بتالا، 31 بالقيروان، 27 بسوسة والمنسير، و23 درجة بالمهدية. بالنسبة لسيدي بوزيد درجة الحرارة القصوى تكون في حدود 30 درجة. بالجنوب بعض السحب 27 درجة بسياقس، 31 بجربة، 30 بمدنين، 28 بقابس، 30 بقابسة، 34 بتوزر وقبلي، وتكون في حدود 36 درجة بالبرمة وبرج الخضراء. بالنسبة للملاحة والصيد البحري بالشمال الذي تكون من القطاع الغربي غربية جنوبية غربية، سرعتها بين 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرب. على خليج الحمامات تتوصل الريح من القطاع الشمالي شمالية شرقية ثم تتجه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرب. على منطقتي الشابة وخليج قابس تتواصل الريح من القطاع الشمالي شمالية شرقية، سرعتها بين 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرب. توقعاتنا الجوية لبعض المدن العربية والأوروبية، بنواكشوط سماء صافية، درجة الحرارة القصوى تكون في حدود 31 درجة، 21 بأغادير، أمطار بالرباط ودار البيضاء 19 درجة، و24 بتلمسان طقس في استقرار، سحب قليلة بالنسبة للجزائر وعنبة 22 درجة. طقس في استقرار بطرابلس وكذلك مصراتة 26 درجة، أمطار ببنغازي 40 درجة، 17 بالإسكندرية، 34 بالقاهرة، سماء صافية بكل من المدينة المنورة مكة وكذلك جدة 36 درجة، 34 بالرياض، طقس في استقرار بالمسقط، أبو ظبي، الدوحة، المنامة 39 درجة، 35 بالكويت، وسماء صافية كذلك بدمشق، بيروت، عمان والقدس 26 درجة، أمطار بإسطنبول 26 درجة، وأمطار كذلك بأثينا 29 درجة. بإيطاليا طقس قليل سحب بباليرمو 23 درجة، أمطار بكل من نابولي، روما وكذلك ميلانو 19 درجة، وأمطار بكل من أمستردام، بروكسل، لوكسمبور، ستراسبور وكذلك جنيف 16 درجة، أمطار كذلك بفرنسا، باريس 18 درجة، 19 بليون، 17 بتولوز، وأمطار كذلك بإسبانيا 16 درجة بمدريد و17 بمالاغا. تطول الحالة الجوية نهاية الأسبوع يوم السبت إن شاء الله، سحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا آخر النهار بالشمال والريح تكون من القطاع الجنوبي ثم تتجه إلى القطاع الشمالي، قوية سرعتها بين 40 إلى 60 كم في الساعة قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية، ومعتدلة من 20 إلى 30 كم في الساعة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة من المناطق الساحلية وبين 28 و32 درجة داخل البلاد، تصل محليا إلى حدود 36 بالجنوب. يوم الأحد إن شاء الله يتواصل الطقس كثيف السحب خاصة بالشمال، والحرارة تكون في انخفاض طفيف، الريح تتجه للقطاع الشمالي، والبحر يكون مضطرب على كافة السواحل. شروق الشمس يوم الغد يكون في تمام الساعة 5:09 دقائق، وغروبها يكون على الساعة 7:23 دقيقة. أوقات الصلاة، صلاة الصبح ابتداء من الساعة 3:26 دقيقة، صلاة الجمعة في تمام الساعة منتصف النهار 23 دقيقة، العصر على الساعة 4 بعد الزوال 5 دقائق، صلاة المغرب على الساعة 7:25 دقيقة، والعشاء في تمام الساعة 9:07 دقائق.
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بموزع صوتي على رقم 88 40 40 40، زيارة موقع الويب www.mtu.tn أو بعث رسالة قصيرة على رقم 85 012. شكرا لحسن متابعة الاهتمام، وبقية سهرة طيبة.